تتعاقب الأجيال وتنقضي الدهور والعصور، وتبقى شجرة اللبان شامخة بكل فخر وكبرياء، تتجسد فيها كل المعاني، كانت منبعا من منابع العطاء، ومصدرا من مصادر الرخاء، ومبعث الأمل والرجاء على مر الأزمنة والعصور. في قوامها دلالات التوحد والاقتران، يتمازج فيها البعد المكاني والزماني، ففي جذورها عراقة وأصالة، وفي جذوعها كنوز ومتانة، وفي أغصانها تنوع وثراء، وفي أوراقها تناسق وبهاء. إنها شجرة اللبان التي تتمتع بأهمية تاريخية وحضارية واقتصادية فائقة، تنتج شجرة اللبان سائلا أبيض اللون يسمى اللبان، وبحكم أهمية اللبان سمي الضفار في سلطنة عمان في المراجع التاريخية بأرض اللبان. الكتاب العرب أمثال ياقوت الحموي وصفوا ملوك ضفار بأنهم أثرياء جدا، ويستطيعون أن يعيشوا حياة كلها ترف نتيجة لإرادتهم وتحكمهم في تجارة اللبان. الرحالة البرتغالي مانويل دي قال إن ملك ضفار كان يملك كل اللبان الموجود في العالم. كان اللبان ذو سمعة ذائعة وشهرة واسعة، وله تجارة رائجة منذ 4000 سنة قبل الميلاد، واستخدم على نطاق واسع منذ فجر التاريخ في مختلف الأرجاء والأنحاء. استخدمه قدماء المصريون الفراعنة، وكان مادة ثمينة في الحضارات الهندية والصينية والفارسية، وحضارة أرض الرافدين والحضارتين اليونانية والرومانية. شجرة اللبان المسمى علميا بزوليا ساكر، والتي تنتمي إلى فصيلة البخوريات، تعتبر من أشهر النباتات التي تنمو في محافظة ضفار على الإطلاق. يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ذات جذع مفرد أو عدة أجذع ناشئة من القاعدة. القشرة ورقانية ومتقشرة، الأفرع الصغيرة وبرية على نحو كثيف، الأوراق متعاقبة متجمعة عند أطراف الفروع، الوريقات شبه متقابلة لاطئة على هيئة أزواج، تصبح أكبر حجما باتجاه الطرف، الأزهار على هيئة عناقيد أبطية متجمعة عند أطراف الفروع ذات لون أخضر فاتح، يتغير هذا اللون في الأطوار المختلفة لنمو الزهور. ففي الطور الأول تنمو الزهور على شكل حبيبات صغيرة غضة صفراء مائلة للإخضرار، تتطور بشكل تدريجي لتصبح أزهارا متفتحة وثمارا يانعة. تتكون الأزهار من التويج
الأسدية، القرص، الوزين والسداء. مع تقدم عمر الزهرة تتساقط المآبر ويتحول نول القرص من الأصفر إلى الأحمر، ومن ثم تتساقط التويجات ويصبح لون القرص بنيا قاتما، ويشكل القرص النواة الطبيعية لنمو وتكاثر شجرة اللبان. تنمو شجرة اللبان في نطاق جغرافي متميز، وهو ذلك النطاق المتأثر بهبوب الرياح الموسمية الصيفية التي تهب على السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، وهي لا تفضل المنطقة الشديدة الرطوبة والغزيرة الأمطار المواجهة للبحر، وإنما تنمو بكثافة في المناطق القاحلة التي تقع وراء نطاق تأثير الرياح الموسمية مباشرة، والمنحدرات التي تنحدر شمالا من سلسلتي جبال سمحان وجبال القمر. تحتاج شجرة اللبان إلى بيئة خاصة، فهي من الأشجار التي تنمو في ظروف مناخية تتميز بارتفاع معدل الرطوبة النسبية وارتفاع درجة الحرارة في الفترة الممتدة من شهر إبريل إلى شهر أكتوبر، وتنمو غالبا في المناطق ذات التربة الجيرية والكلسية في السفوح الجبلية وفي قيعان الأودية، حيث نلاحظ أنها تنمو بكثافة كبيرة على طول القيعان العريضة للوديان الكبيرة، ونادرا ما تستطيع النمو على الحدود المرتفعة والهضاب العالية، وتفضل النمو في التربة الحصوية أكثر من التربة الطينية الخالصة. يتغير شكل وحجم الشجرة ونوعية اللبان المستخرج منها باختلاف الظروف المناخية والبيئية لكل منطقة. وعلى الرغم من أن المناطق التي تنمو فيها شجرة اللبان متشابهة في عوامل التربة والظروف المناخية إجمالا، إلا أنه وبالإسناد إلى خصوصية هذه العوامل يمكن التمييز بين ثلاثة نطاقات جغرافية. أولا، منطقة الشعاب المنحدرة باتجاه الجنوب في منطقتي ريسوت والمغسيل، وتنتج أشجارها اللبان الشعيبي، وهو أقل أنواع اللبان العماني جودة. ثانيا، منطقة الشزر، والشزر هي التسمية المحلية للمنطقة التي تقع عند نهاية تأثير الأمطار الموسمية، وتنتج أشجارها لبانا متوسط الجودة يستمد تسميته من تسمية المنطقة ذاتها. ثالثا، منطقة النجد، وهي منطقة التلال والوديان التي تلي منطقة الشزر مباشرة باتجاه الصحراء، وتعتبر هذه المنطقة أقل رطوبة وأشد حرارة، وتنتج أشجارها لبانا أكثر جودة ونقاوة. ويندرج اللبان الذي يتم استخراجه من منطقة حوجر شمال جبل سمحان ضمن النوع النجدي، ويعتبر من أفضل أصناف اللبان الضفاري جودة على الإطلاق. وعلى الرغم من أن الجودة ترتبط إلى حد كبير بالنطاقات الجغرافية والعوامل المناخية المميزة لكل نطاق، إلا أن خبرة عامل اللبان وإتقانه ومهارته في ضرب الشجرة وطريقة الحفظ والتجفيف ومواقيت الحصاد تعتبر من العوامل التي تؤثر كثيرا على جودة اللبان. وتعتبر نقاوة اللبان عنصرا هاما من عناصر الجودة، فوجود الشوائب والقشور وبعض أنواع الصخور في داخل اللبان المستخرج هي أيضا من العوامل التي تؤثر على جودة اللبان. لذلك فإن أفضل طريقة لتحسين جودة اللبان تتم من خلال عملية فصل الفصوص
التي تنتج عن تجميع حبيبات ذات لون وحجم رائع. تختلف مواسم ضرب الشجرة واستخراج اللبان وتجميعه أيضا باختلاف الظروف المناخية لكل موسم ولكل نطاق من النطاقات التي تنمو فيها أشجار اللبان. ففي حين أن اللبان النجدي يتم إنتاجه واستخراجه في كل فصول السنة عدا فصل الشتاء، فإن النوعين الآخرين وهما الشجري والشعيبي يتم إنتاجهما في جميع فصول السنة عدا فصل الصيف والمسمى محليا بفصل الخريف، وذلك بحكم تأثير الأمطار الموسمية الصيفية. توجد ثلاث مراحل أساسية لإنتاج اللبان. المرحلة الأولى مرحلة البدء، وتسمى أيضا مرحلة التوقيع، حيث يتم تنظيف جذع الشجرة من القشور العالقة به، وبعدها يتم إحداث جرح في المناطق ذات اللحاء السميك بجذع الشجرة. ويحرص عامل اللبان على ترك مسافات كافية بين كل توقيعة أو ضربة وأخرى في كل جذع. ينبغي كذلك ألا تضرب المناطق القريبة من جذوع الشجرة، لأن ذلك يؤثر على سلامتها. المرحلة الثانية تبدأ بعد يومين إلى 15 يوما من المرحلة الأولى، وتسمى هذه العملية بعملية السعف، وهي عبارة عن تجميع حصاد المرحلة الأولى وإحداث جرح آخر في ذات موقع البدء والتوقيع. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإدرار، وتسمى أيضا مرحلة السعف الثاني، وتتم خلال فترة أسبوعين من المرحلة التي سبقتها، وتستمر مرحلة الإدرار لعدة مرات حتى ينتهي الموسم السنوي للإنتاج. والجدير بالذكر أن عملية الحصاد تكون مستمرة كل أسبوعين تقريبا وبشكل متواصل حتى نهاية الموسم. يتم جمع اللبان المنتج من الشجرة مباشرة في داخل المنزلة، والمنزلة هي موقع تجميع الإنتاج وتجفيفه. يتم تسويق الإنتاج داخل المنزلة من خلال عقود مقايضة تبرم بين الطرفين، وهو صاحب المنزلة والعمال الذين يقومون بإنتاج اللبان داخل المنزلة. بعد ذلك يقوم الطرفان بنقل الإنتاج إلى مراكز التسويق الداخلية وبيعه إلى التجار الذين يقومون بتصديره إلى الأسواق الخارجية. يصدر اللبان العماني إجمالا إلى الهند والصين ومصر والعراق وبلاد الشام وغيرها من المراكز التجارية عبر العديد من المرافق البحرية، حيث يعتبر ميناء سمهرم ومرفأ البليد الأثري ومرافق رخيوت وريسوت والمغسيل وطاقة ومرباط وسدح منافذ بحرية مهمة
اشتهرت بتصدير اللبان في مراحل تاريخية مختلفة. بينما كانت واحة أندور مركز التجميع الرئيسي للبان لنقله برا عبر قوافل الجمال إلى أسواق الجزيرة العربية، تتحدد أسعار اللبان في الأسواق والمراكز التجارية على أساس العرض والطلب، ولكن عنصر الجودة يعتبر أيضا من العناصر المحددة للقيمة والسعر. لقد فرق الكتاب الأوائل بين مختلف أنواع اللبان، حيث قال سيوفر أستيوس إن قطيرات اللبان الصافية اللون تعتبر أحسن نوع على الإطلاق، وأجمع الكتاب الأوائل على أن أحسن لبان هو اللبان الذكر، وقد وصفوه بأنه أبيض اللون وكروي الشكل وزيتي وقابل جدا للاشتعال في الفترة التي يتمتع فيها اللبان بالعز والازدهار. كانت أسعاره خيالية لا تصدق، ففي أسواق الإمبراطورية الرومانية كانت تتساوى أحيانا مع أسعار الذهب. وتنبع أهمية اللبان في المقام الأول من استخداماته المتعددة في مختلف الأرجاء والأنحاء والأزمنة والعصور. كان الملوك والأباطرة في العصور القديمة يعتبرون اللبان هدية قيمة لها شأنها، ويعتبرون شجرة اللبان شجرة مقدسة يستخدم لبانها في معظم الطقوس الدينية، ويحرق كقربان للآلهة، وكانت تبخر به هياكل الكنائس. في كتاب الأموات للقدماء المصريين الذين وصفوا اللبان بأنه عرق الآلهة المتساقط من السماء إلى الأرض، كانوا يستخدمونه في مختلف مراسم الدفن وإجراءات التطهير الطقسية. كان للبان العديد من الاستخدامات الطبية والدوائية، حيث أن الأطباء الإغريق والرومان يستخدمون اللبان لعلاج جميع الأمراض التي من الممكن أن يتصورها الإنسان تقريبا، كما وردت الطرق العلاجية التي تعتمد على اللبان في كتاب الطب السرياني، وفي النصوص الطبية التي اعتمد عليها الأطباء المسلمون في العصور الوسطى، وفي معظم المخطوطات الطبية الهندية والصينية. استخدم اللبان كمصدر من مصادر الإنارة ومادة من المواد التي تدخل في صناعة البخور والعطور. كانت ولا زالت وستظل شجرة اللبان رمزا من رموز الوطن المتوهجة ضياء وإشراقا.